منسي الأسطورة النهاردة بيلعبوا أقوى فريق في البطولة. إجابة صحيحة. لو كانوا بيلعبوا بنفس الهدوء في الماتشات اللي فاتت كان هيبقى ليهم شأن تاني خالص. خطفت جوكر. إجابة صحيحة. النهاردة علشان هم هادين فبيجاوبوا وتفوقوا على فريق نبتون متقدمين فرق 5 نقط. لحد دلوقتي بنلعب ماتش كويس، الفرقة اللي قدامنا فرقة متميزة، معلوماتهم سرية جدا. نبتون بيلعبوا بهدوء، مش نفس حماس نبتون بتاع الماتشات اللي فات. الفريق اللي قدامنا فريق قوي، بس ان شاء الله نحسم الماتش في اخر فقرة بإذن الله. اول ماتش ان احنا نخش الفقرة الاخيرة واحنا مش متقدمين فيها او حاسمين المباراة، وان شاء الله نكمل ونعمل اداء احسن في حجر الحظ. خلينا نشوف عادة الحظ هتودينا فين، ويا ترى منسي الأسطورة هيفجر المفاجأة وهيرجع ب3 نقط ويكسب اقوى فريق في البطولة ولا لا.